نيجي زي مشروع موقع متميز جدا، هو طريق صحراوي كيلو 22 تحت القاهرة، على بعد 3 كيلو من المحور و2 كيلو من الدائري و5 كيلو من طريق الواحات. مشروع يعتبر من أكبر المشاريع اللي موجودة حاليا في مصر، يعني لأنه مشروع متكامل، فيه residential areas، في سيرفيسز، في فاسيليتيز. الفكره ورا التصميم بتاعه بحس ان يكون في مشروع 1500 فدان، ان الناس تحس بالخصوصيه فيه. فقسمناه ل 10 مجاورات مرتبطين بالخدمات عن طريق بوليفارد رئيسي بيربط المجاورات بالخدمات، وهو عرضه 42 متر في العربيات وبايك لينز ورصيف عريض للمشاة. وفي السنتر بتاعه في ترالي باص، الترالي باص ده بيقف محطات في سنتر كل مجاوره وفي الخدمات، بحيث ان انا لما اوصل المشروع بقدر اركن عربيتي، مش محتاج ان انا اتحرك بالعربيه، واقدر اتمشى للسنتر بتاع المجاوره، اركب الترالي باص واروح لاي حته في المشروع. نيو جيزا مش كومباوند، نيو جيزا دي ديستنيشن. انت ممكن تصحى الصبح تروح الشغل بتاعك في البيزنس بارك بتاع نيو جيزا اللي في الداون تاون، بعد كده في اللانش بريك مثلا ممكن تروح المطاعم والكافيز اللي في الداون تاون برضو. في نفس الوقت يكون ولادك في المدرسه او في الجامعه اللي في نيو جيزا، او بيلعبوا رياضه في النادي اللي هو النادي بتاع نيو جيزا اللي فيه هو جولف كورس 224 فدان، اللي هو فيه دلوقتي حالا ريال مدريد اكاديمي شغاله وممكن يشترك فيها بكره. اما بالليل فانت ممكن تروح تتعشى في الداون تاون بتاعت نيو جيزا، او تروح السينما او المطاعم او الكافيهات اللي هناك، ولو عندك ايفنت او فرح ممكن يبقى في الام جي ام اوتيل. الهدف بتاعنا في نيو جيزا ان احنا نحاول نسهل الحياه على الناس على قد ما نقدر. بمعنى ايه؟ احنا عاملين خدمات منزليه لكل البيوت متكامله، يعني ممكن من اول حد عايز تغير اللمبه، عايز تعمل الهاوس كيبنج، كل الكلام ده موجود بالتليفون. مش مهم ان يبقى المشروع يدع كويس قوي، او مش مهم ان الناس تقول ان احنا بعنا كويس، لا، انا المهم ان انا يبقى عندي مشروع كويس قوي بالنسبه للناس كفانكشن وايز، بالنسبه لهم ان هم اللي هيعيشوا طبعا في المشروع، انما اركيتكتشر وايز يبقى مشروع يستمر لسنين وسنين وسنين، ممكن الجيل اللي بعدي واللي بعدي واللي بعد اللي بعدي، ان الناس تيجي تقول ده في مشروع في الجيزه في جمهوريه مصر العربيه المعماري بتاعه قوي جدا، ويقدر المشروع ده على اللونج تيرم وعلى المدى البعيد يبقى سيمبل.